السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أصبحنا وأصبح الممكن لله. طبعا اليوم جولتنا في استراحة الدكتور علي العمري، بسم الله ما شاء الله، في جوار سد حالية، منطقة زراعية، منطقة جميلة. الأجمل منها النفوس الطيبة اللي في هذا المواقع، بسم الله ما شاء الله. بناخذ لفة في مزرعة المانجو الخاصة به، غزلان، حيوانات، طيور، بط، مشات، الانتاج فواكه، انتاج هذا يسمونه العريش او السهوة، بطريقة ما شاء الله جميلة جدا. انا بس انقل افكار نستفيد منها بابسط الامكانات، كيف تستطيع ان تصنع متعة، مجالس وضيافة، غرف نوم مفصولة، جلسة مسائية هنا كانت جميلة البارح في هذا المكان. ناخذ لفة، بالطبع لن نستطيع أن نغطي كامل المزرعة زي ما شايفين، ضخمة جدا بسم الله ما شاء الله. فيها تنوع من النباتات جميلة، يعني هذا الكادي الكاذب على ما قالوا. بسم الله ما شاء الله، نبدأ الجولة. نوافير، شلالات، ممرات جميلة. أشجار التبلدي اللي صار عمرها 2000 سنة، اللي يصنعوا داخل جذورها بيوت. ما شاء الله. نحاول في عجالة ناخذ الفكرة مبسطة عن المزرعة الرائعة هذه، ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. سدر زيتوني، انواع من السدر كثيره جدا موجوده في الموقع، ما شاء الله. هذه شغاله في النظافه بشكل رائع، ما شاء الله. سدر كشميري، يا الله. ممرات، مساحات جميلة، ليمون، كميات هائلة ما شاء الله. ما شاء الله، مزرعة الدكتور علي العمري في جوار سد حلي، ما شاء الله، متخصصة في المانجو، وجرب كثير من الأشجار حقيقة، لكن المانجو نجحت نجاح باهر. غابة جميلة ومياه عذبة.
هذا كادي حقيقي. بسم الله.